السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين شبكة سكاي نت، أهلا وسهلا بكم. اليوم سوف نتعرف على شرح بسيط وجميل جدا، وهو شرحنا اليوم يتحدث عن كيفية إظهار دولة الكومبليانس تيست في إصدارات النانو ستيشن أم 5، إن كانت نانو بريدج أو نانو بيم أو روكت أو غيرها، كل إصدارات اليوبيكوينتي. طبعا مؤخرا شركة يوبيكوينتي قامت بإخفاء دولة الكومبليانس تيست في جميع إصداراتها وتحديثاتها الأخيرة، ولكن اليوم سوف نقوم بإظهارها. كل المطلوب منا أن احنا يكون في لدينا برنامج البيوتي. طبعا سوف أترك لكم الروابط وجميع ما سيذكر في هذا الشرح أسفل الفيديو. طبعا البيوتي راح نقوم بالضغط عليه، راح نضع في الهوست نيم اسم او اسف اي بي القطعه الموجوده معك، وهي تكن ولتكن الدفل تبعها 192.168.1.20، ولكن انا سوف اعمل على القطعه الموجوده معي اللي هي الاي بي تبعها 192.168.2.1. سوف نؤشر على الاس اس اتش طبعا، وانا اعمل اوبن، نضغط على اوبن. الان لوجن از زي ما انتم شايفين قدامكم، طبعا احنا داخلين على نانو ستيشن. ايش الباسورد اليوزر الموجود؟ طبعا يوبنت كالمتعارف عليه، انا سوف استخدم الانتر من هذا البرنامج، معلش اسف. الباسورد طبعا الباسورد اللي هو الباسورد المحطوط على القطعه، تمام، راح نضغطه ومن ثم نضغط على انتر. الان سوف يقوم بالدخول إلى هذه الواجهة. إذا أنت وصلت لهذه الواجهة فأنت الآن في قلب إصدار النانو ستيشن أو القطعة الموجودة لديك. سوف نستخدم هذا المفكر والأوامر الموجودة في المفكر، سوف أتركها لكم أسفل الفيديو. أولا سوف نختار هذا الأمر، ننسخه كوبي وننسقه هنا في السطر الأخير. طبعا بمجرد ما تضغط بالزر اليمين بالماوس سوف يقوم بلصقه، ومن ثم تضغط انتر مربوط المفاتيح سوف يطلب منك الامر التالي وهو سيف. تمام، سوف نقوم بلصقه والضغط على انتر. تمام، الان سوف يقوم باظهار دولة الكومبليانس تيست في النانو ستيشن. طبعا فاوند اكتيف اون 1، طبعا لقاها واظهرها. الان سوف نقوم بالامر الثالث وهو ريبوت لقطعه النانو ستيشن، وسوف نكون حصلنا على دوله الكومبليانس تيست موجوده في اصدار النانو ستيشن الاخير. تمام، طبعا هيك هيقول لك في خطا، قل له ماشي عشان القطعه عملت ريبوت فقد الاتصال بها. طبعا هذه الاوامر والبرنامج سوف تجدون الروابط اسفل الفيديو ان شاء الله. الان سوف نقوم بالدخول الى قطعه النانو ستيشن، طبعا ننتظر قليلا لسه بتعمل ريبوت. طبعا الآن عودنا لكم. طبعا القطعة راح نضع اليوزر والباسورد، نقول له لوجن. تمام، الآن كما ترون الإصدار الموجود على القطعة هو الفيرجن 6.1.3 اكس ام. طبعا الإصدار سوف نذهب إلى الوايرلس ونتأكد إنه الكونتري كود موجود كومبليانس، نعمل تشينج ومن ثم سيلكت كونتري. الكومبلينس تيست هي موجودة هنا المحددة عليها. تمام، وهكذا تكون أنت الآن قطعتك موجود بها الكومبلينس تيست ومفتوح عليها جميع التشانلات الموجودة. لو حبيت تبت بأي تشانل موجود، طبعا الفريكوانسي لو أنت حددت عليه راح يجيب لك كل التشانلات اللي أنت ممكن تبت عليها مفتوحة معك، مش محدد لك بتشانل محدد. هذا كان درس اليوم، شكرا لكم ولمتابعتكم. الروابط كما قلنا أسفل الفيديو إن شاء الله. من شبكة سكاي نت لكم أجمل التحيات.